السلام عليكم واهلا بكم في قناه شيوات لمياء. اليوم ان شاء الله غادي نحضروا كريمه ديال الزبده بطريقه مختلفه اللي كتجي لذيذه وخفيفه في نفس الوقت. اللي غادي نحتاجوا ليها 125 غرام ديال الزبده، كاس ديال سنيده، كاس ديال سكر كلاصي، واحد شويه ديال الفاني. انا هنا عندي فاني بودغ، نتوما ديروا الفاني اللي تكون النكهه ديالو شويه مجهده، يعني اما نروح للفاني ولا ممكن تستعملوا ساشي ديال الفاني الا ما كانش عندكم شي فاني اللي فيه زعما فيه لو كونسونطري ديال الفاني. عندي واحد الخماره ديال الحلوى، وعندي 350 غرام 350 مليلتر ديال الحليب. غادي ناخذ نص لتر ديال الحليب، الحليب اللي كنشريو عادي، وغنحيدو منه كاس ديال العنبه. غادي تبقى لنا 350 مليلتر. دونك غادي نبداو اول حاجه، غادي نخدمو هاد الزبده هادي. كنكونو دايرينها بدرجه حراره المطبخ، خصها تكون تلقات ما بقاتش قاصحه. غادي نخدموها مزيان، غادي نضيف عليها سكر كلاصي، نخدمها هي وسكر كلاصي. دابا غادي نخدمو هاد الزبده مع سكر كلاصي مزيان حتى يذوب لينا هاد السكر في الزبده. دابا غادي نضيف الزيت شويه بشويه، وانا كنخدمها مقادير سهله وبسيطه موجوده في كل دار، وكتجي كريمه لذيذه وخفيفه في نفس الوقت. ما كتجيش ديك الثقاله ديال الكريمه ديال الزبده اللي كنعرفو كاملين. بالنسبه للزبده ممكن تستعملوا الزبده ديال المارغرين ولا الزبده اللي كناكلو. غنخدم هاد الزيت مزيان مع الزبدة، نتها هكا مزيان هاد الزيت مع الزبدة والسكر. غادي نضيف هاد الساشي ديال الحلوى ديال الخمارة ديال الحلوى، ونعاود نخدمها. تستعملو بالباطو ولكن بليت كتجيني انا احسن، كتجي ساهله. دابا غادي نبداو نضيفو بالتدريج الحليب وحنايا كنخدمو، وهي غادي تبقى كتعقد لينا لاكريم. الا كان عندكم فاني حبيبات تقدروا تزيدوه مع السكر من الاول باش يلاه يذوب ليكم. انا حيت عندي هذيك لاكود كنخليها حتى الاخر، ماشي مشكل. نتوما كتحسوا بها كتبدا كتقال، كتقدروا ديروا النكهه اللي بغيتو. الا ما بغيتوش الفاني ممكن ديروا النكهه اللي بغيتو، حتى بالقهوه كتجي رائعه جدا. هانتوما كتبدا كتقال، كتحسوا بها كتبدا كتقال.
صافي دابا كنبقاو هكا كنستمروا انتما كتشوفوا كتبقى غاده وكتقال. الا جاب الله ما بانت لكمش بلي تقلت بزاف، ممكن تزيدوا على ديك 350 ملل ديال الحليب، تزيدوا واحد 4 المعالق اخرى ديال الحليب، تزيدوهم وتكملوا تخلط. صافي دابا انا كنبقى هكا مستمره هكا في الخدمه ديال هاد لاكريم، تزيد دخل هذاك الحليب مزيان، هانتوما كتشوفوا كي كيولي القوام ديالها. دابا انا في هاد الاثناء غادي نخوي، غادي ندير شي شويه ديال الفاني ونكمل التحريك. وصافي وغادي ندخلها للثلاجه حتى تبرد مزيان، وعلى كريم ديالنا كتكون واجده. من بعد ما كنخليو لا كريم مثلا كتبرد هكا ليله كامله، كنجبدوها وكنخليوها واحد شويه في المطبخ، غير شي شويه، وعاد كنحركوها وكنخدموها هكا مزيان، كتعطينا هاد القوام هذا. انتما كتشوفوا كيفاش كيجي داير. واحد الملاحظه، الا جبدتوها وما خليتوهاش مثلا هكا شي شويه خدات الحراره ديال المطبخ، غير شويه ماشي حتى تسخن عاوتاني وتذوب لينا الزبده، داك الحليب كيبقى يطلع للفوق والزبده كتبقى كتبان لكم بحال راه هي الزبده طلعت والحليب كيبقى لتحت. غير هو الا وقعت لكم هاد المساله هادي، غير عاودوا خدموها مزيان، راه الزبده كتشرب هذاك الحليب وكتعطي هاد القوام هذا، كتعطي واحد القوام زوين بزاف لهاد لاكريم هادي. يعني ما تخلعوش الا وقع لكم هكا تقولوا لا راه ما صدقات ليناش لاكريم ولا هذا، غير خدموها مزيان راه كترجع للحاله ديالها الاصليه زعما كيفاش كانت لاكريم. وانتما كتشوفوا كي كتولي دايره بحال هكذا. وواحد الحاجه اخرى، من الافضل هاد لاكريم ديروها ليله كامله وتخليوها كتسميتو تستعملوها لغدلي، باش كومسا حتى كتعطي اللذه ديالها، يعني كتجي لذيذه اكثر. صافي ما بقى لي الا نقول لكم شكرا، وتشاركوا معايا في القناه ديالي شهوات لمياء باش يوصلكم كل جديد. وبهاد لاكريم هادي ان شاء الله غادي نديروا بزاف ديال لي طارت وبزاف ديال لي كاب كيك ان شاء الله اللي كيتزينوا بهاد لاكريم. السلام عليكم.